الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم العمل بالبنوك حيث عرض علي وظيفة في أحد البنوك الموجودة في البلاد، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا البنك من البنوك الإسلامية المعروف بأسلمة معاملاته البنكية، وكان مجال عمل المرأة فيه بعيداً عن الاختلاط بالرجال وبعيداً عن تبذلها في مخاطبة العملاء أو دعوتها لهذا البنك لأخذ الاقتراض منه، فإن عمل المرأة في البنك أو في غيره لا بأس به إذا توفرت ضوابطه وشروطه. فإذا يجوز لك أيتها السائلة أن تتوظفي في البنك الذي يتوفر فيه ثلاثة شروط. إذا توفر في عملك في هذا البنك ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون من البنوك الربوية، الشرط الثاني أن لا يتضمن عملك فيه الاختلاط بالرجال، الشرط الثالث أن لا يكون من طبيعة عملك الاتصال بالزبائن لترغيبهم في أخذ قروض من هذه البنوك. فإن كثيرا من البنوك يستخدمون المرأة وصوتها في دعوة الزبائن لازدهار معاملاتها، فلا تقعي في شباك هؤلاء. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة فلا حرج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.